كابتن شريف. كابتن سيد مساء الفل يا حبيبي. ازيك انت عامل ايه؟ مبروك امبارح وقبل ما تكمل ان شاء الله. الله يخليك يا ابو كباتن يا رب دايما كده. طيب سمعت النص الاول من كلامي النهارده، حابب تعقب على حاجه؟ اتفضل. ده انا الحقيقه كلامك كنا قاعدين مع بعض امبارح عليا لا الصوت يا كابتن شريف لو سمحت. بقول لك يمكن امبارح احنا واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش مع بعض، طبعا كانت كل الانفعالات وكل التركيز على ان احنا باذن الله نعدي بسكور كويس يامن لنا المباراه بتاعت العوده وتبقى التاسعه باذن الله لافريقيا للاعبين الرجوله اللي احنا اتفرجنا عليهم امبارح، دول عملوا فوق طاقتهم الحقيقه. يعني احنا بنلعب فريق محترم جدا يا كابتن سيد. طبعا فريق الترجي ده فريق محترم جدا بكل اجهزته الفنيه بجماهيره الاكثر احتراما كمان الحقيقه في المدرجات امبارح، شكله عالمي الحقيقه اخوه، وهم جايين حتى في المطار وهم بيقولوا احنا الترجي والاهلي احنا كبار افريقيا. واحنا الحقيقه بنشيد بهذا الكلام اللي قالوه ومش عايزين حد يتدخل بينا. الحاجات بقى الفنيه اللي هي في الملعب، الروح اللي هي بتبقى من المدرب بتاعهم ان هم عايز يكسب، عايز يطلع باقل خساره ممكنه، عايز يكون ليه في العوده كيان ووجود، عايز يدافع عن لقبه لانه فرقه كبيره الحقيقه وصلت للفاينل عن جداره. ان كان بس في عشان نتكلم طبعا على الجول بتاع اول اغسطس الثالث ده اللي هو ما اتحسبش، انما هم يعني الحقيقه فرقه فعلا تحترم، وعلى النادي الاهلي انه يعد العده جامد جدا لان هم هتبقى مباراه قويه جدا، وهي برضو اللغه بتاعت انا وانت ووليد سليمان عايزين هدف هناك احنا خالص ان شاء الله على غرار مباراه باكستان. يعني هنتجاوز اي حاجه حصلت في الملعب من شده اعصاب من رد فعل من اي حاجه، طبيعي يا كابتن سيد اللي احنا شفناه امبارح، احنا واحنا يعني خارجين من المباراه والناس بتشتكي ان في خروج عن النص، انما يعني بتحصل يا كابتن سيد في الملاعب كلها بتحصل، بس احنا بنقرقش الزلط لاخواتنا التوانسه بنحبهم جدا، هم بيعشقونا واحنا بنعشقهم الحقيقه، واحنا ما خدناش بالنا، هنعمل نفسنا ما خدناش بالنا، لان دي يمكن مضت قليلا، انت حضرتك عرضت دلوقتي شويه صور وهم حاضنين بعض اللعيبه من زمان، مش المباراه بتاعت امبارح بس، وقد ايه بيحافظوا على بعض وقد ايه بيطمنوا على بعض، وبتبقى غير مقصوده الحقيقه، يعني هو اشتراك بحماس يعني بيحصل منه شويه اصابات. الحاجه الثانيه كنت بتتكلم مع حضرتك على اخويا وحبيبي وائل جمعه، احنا بس احنا بنقعد ساعات انا وانت نتكلم بلساننا بلسان النادي الاهلي، التيشيرت الاحمر اللي هو يعني على اجسامنا كلها هو اللي عرفنا على الناس، تيشيرت النادي الاهلي ده ليه عندنا كتير جدا يعني، والنادي الاهلي كله يعني، انا ما كنتش اقصد اي حاجه غير ان كنت عايزك يا وائل، انت اخويا الصغير يا وائل وانت عارف انا بحبك قد ايه واتكلمت عنك في بطولات قد ايه قبل كده، انت فعلا زي ما قلت يا كابتن سيد ده نجم كبير جدا يعني 7 بطولات لا يقل عن اي حد في العالم يشيل 7 بطولات افريقيه وحاجات كده وغير البطولات الثانيه، فانت هو مش هنزايد في حبنا في وائل جمعه، وده لعيب كبير وكل الناس عارفه ان هو لعيب كبير، وكان في مجموعه حقيقه تشرف اي حد وعلى راسهم طبعا كابتن تريكه وبركات واللعيبه الباقيه اللي كانت موجوده كلها، انما احنا بنبقى قاعدين انت اللي بتمثلني على الترابيزه يا كابتن سيد، يعني ببقى محتاجك انك انت تبص لي بروح الفنانه الحمراء بروح الجماهير الكبيره اللي عشقتك وانت كنت في يوم من الايام موجود منها، يعني بنبقى املين ان انت على الاقل تبقى جاهزا بتقول كلمتك، يعني انا ده بس اللي احنا كنا عايزين نقول عليه، يعني احنا هنتكلم على وائل جمعه مش هنتكلم، ده اخويا وحبيبي يعني صغير وربنا يوفقه في مجالاته كلها، وياما دافعنا وياما قلنا من الناس اللي هو كقيادي كمان وكان يبقى موجود وكنا بنتمنى له في اتحاد الكوره انه يكون موجود بينا، فمش عايزك يا وائل يعني تاخد الحكايه اللي احنا اتهمناك باي حاجه، لا انت موضوع على ترابيزه يمكن ظروفها اكثرها من تونس، الكابتن جمال الشريف اللي هو قبل كده كان انا خدت من بقه اي لاعب منه للجون يا كابتن سيد ويملك الكوره ومواجه حارس المرمى لو اتلمس اي لمسه ضرب الجزاء، هو اللي قال كده مش انا، يعني احنا يعني الناس دي برضو بيقولوا عليهم عالميين في التحكيم والكلام ده، انما يا كابتن سيد لما يبقى لعيب هو الجول وحواليه ثلاثه منهم حارس المرمى ويعدي حارس المرمى وكوره تعدي حارس المرمى برد فعل اي حارس مرمى انه بيزق اللاعب اللي هو جاي عشان يمنعه او بيخرجه بره الكوره، ويجي الباك اللي جاي من الناحيه الثانيه ياخده كمان في سكته، يعني حتى لو مش عايز تحسب على حارس المرمى، الراجل بقى الباك يا كابتن سيد اللي الناس ما كلمتش خالص فيها دي، اللي خد كمان وليد ازارو في سكته ونرماه على الارض كفاه، يعني واحد خده في رجله
وفي صدره بال صلى على النبي والثاني خده صلى على النبي صلى على النبي على الارض جابه على الارض يعني صلى على النبي صلى على النبي وليد يعني انتظاره لازم نجيب له اثنين حراس مرمى او ثلاثه باكات مع ان الاهلي يحرسوه راح يجيب جول مش حاجه كده واللي اتعمل فينا السنه اللي فاتت واللي بيتعمل فينا في كل وقت وما اعرفش ايه واحنا لعبتنا مؤدبه يعني احنا بس لعبتنا قبل ما بتنزل الملعب اي حاجه التوجيهات والتعليمات بالنسبه لنا مالناش دعوه بالحكام مالناش دعوه بحاجه والراجل زي ما انت قلت في الجول الثاني ضربه الجزاء احنا بنتفرج على هجمه لسه بتنتهي تيت بينالتي ايه اللي حصل راجل من على ال 18 يعني يا سيد لما احنا رجعناها واتفرجنا عليها بيضرب ولا وليد ازارو عايز يمنعه من ان هو يروح على الاوفر اللي هو جاي من ناحيه وليد سليمان عشان يجيب هدف فطبعا الناس اللي قاعده على البار دي بتشوف شغلها الحقيقه ما يعرفوش حد ورحت مدين له في البتاع راح موقف وكان في هجمه ممكن تكمل وتيجي جون برضه اعتقد كان اسلام محارب ولا مين اللي هو جناح الشمال فادى قراره وادى بتاع طبعا الدنيا لازم تقوم عليك الدنيا لازم تبقى ازاي ضربتين جزاء ضربه الجزاء بتاعتهم يا كابتن سيد الراجل خد الكره على صدره وراح طالعه بره خالص احنا ما فتحناش بوقنا وراح ضارب الجون بتاعنا كمان وانا وانت عايز قالوا لا في غلطه من الشناوي لا ضربه جزاء طبعا يعني ضربه جزاء فكت يا كابتن سيد وقلت خلاص انت شايف كده انت انا شايف بقى ان الكره عدت خلاص تلعب بره خالص وبعدين حصل الاكشن اللي حصل ده يعني برده لو في لو دي لي انا وفي تونس ممكن هيداني يعني الا لو فار برده قال له لا دي ضربه جزاء هل حد فينا جري قال عمل بايده كده علامه الفار وعلامه احنا هو ده النادي الاهلي كده هو ده عشان كده ربنا هيكرمنا باذن الله ان شاء الرحمن طيب الغبن اللي بيحصل علينا 100 100 لا احنا كمان بس الهدف من الكلام ده الهدف دايما من الكلام ده يا كابتن يعني انا دايما انا 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 بحب ده جدا جدا العلاقات تكون متواصله مع الناس اللي انت عارف المعادن بتاعتها ممكن في بعض الاوقات الحياه تاخدنا شويه في يمين او شمال او بعض الحاجات البشريه النفسيه الانسانيه اللي تخليك تشيل من حد ثانيه يعني لكن انا من انصار وانا من انصار ان الانسان بيتاخد بشكل عام اجمالي ما يتاخدش حته او نقطه يعني عشان كده انا بقول لكم ان كابتن شريف عبد المنعم ده واحد من الناس اللي تعتز جدا ان انت تتعرف عليها او تتعامل معاها وكابتن وائل جمعه انا عاشرته جدا واعرفه كويس قوي على المستوى الشخصي والانساني والاسري كمان يعني فوائل جمعه على المستوى اللعيب حقق بطولات كتير جدا جدا ما حققش لا عشرها ولا يعني اقل منها ب 10 15 بطوله وعلى المستوى الانساني والقيادي على حد على اكمل لك بس دي اكمل لك دي بس على المستوى القيادي حد رائع جدا 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 وعلى اهلاويته او حبه للنادي وحبه لبلده كمان قبل النادي يعني ممكن يكون اكتر مني شخصيا يعني فعشان كده كان مهم جدا ان الموضوع ده يوصل واحنا علاقه الاهلي او علاقه عائلة الأهلي دايما دايما حوالينا ومن بعض دايما بنلف أو بنبقى دايما في سياج أو دايرة مع بعض يا كابتن شريف. اتفضل يا كابتن شريف عشان فاضل بقى الكباتن عايزين يخشوا. أنا انجز. أقول لك كلمة واحدة بس أنا كنت بتمنى من كابتن وائل جمعة إنه يقول ضربة جزاء أو مش ضربة جزاء بس ده اللي كنت بتمناها منه يعني. الكابتن أبو تريكة الكبير بتاعنا النجم العالمي مسك كابتن جمال الغندور جمال شريف قال له يا دي ما تفكر السابقه بتاعت دي ما تفكرش يا سيدي ما هو قال قبل كده 100 مره حاجات قال قبل كده 100 مليون مره في حاجات مواقف تانية يعني مفيش مشكله حد يعني حد عقب عليه على في غير ان الراجل ده شايف الدنيا شكلها ايه مش طبعا ان هي طبعا تونس او اي حاجه احنا اوكي تونس كلهم طارق اوكي كلها يعني ماشي يا كابتن شريف حبيبي يا كابتن شريف شكرين يا ابو الكباتن ويلا يا وائل عايزينك الماتش الجاي انت تبقى اول دافع باذن الله واول دفاع بالنسبه لنا في المباراه انت وجماهيرك ان شاء الله.